خير، صباح النور، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه، كل شيء سانك سانك كما كتشوفوا. انا هنا هنايا في البيت نعس، كان يلا فقت، يلا جمعت هذا الشيء. غادي نفرش، نصاوب بيت نعس، حيت شريت لي واحد اللعيبات كما كتشوفوها هما. وليت كنبغي الخضر بزاف، كنموت على الخضر. رجعت في حاسي سيدي بو هاشم والله العظيم، شريت مخدات في الخضر، وشريت واحد اللعيبه هكا تحط حدا تحت رجلك. انا في الكام عاوتاني في الخضر يا اختي، مع مالي مع الخضر اللي زرع عاوتاني. فرشت الكام اخر جديد شريته حتى هو في الخضر، انا غنوريه لكم دابا. هنا غادي نعمر المخاد، ها هما هذوك القدامين راهم عمرتهم كانوا خاويين، غنعمر هادو عاوتاني وحدين اخرين، باش هادي غادي نرجعها لمولاها لان كبيره بزاف. عمرت المخد ديال الصالون، وكنت قلت لكم في الفيديو الاخر غنعمر الفرج ديال المخد ديال الكامه، انا غنعمرو دابا. ولكن هكاكو غادي تشيط، هادي ما عندي فين نديرها، كبيره بزاف، شو قداشنا هيايا. دابا غادي نرجعها، شريت وحده كبيره باش نعمر المخد، بحال الله يستر غنعمر المخد ديال الصالون ديال 40 متر، وانا عندي 1 متر ونص، طلقت رجلي لحق الحيط المهم الحبيبات ديالي خليكم معايا باش نوريكم الكاما والفرش ديالي الجديد كيفاش جا. شوفوا ولدي فين علق لي الميداليات ديال الكره، علقهم لي عند راسي قالك خليهم انا باش نشوفهم. نوريكم انتما، هادي غنحطها عند رجلي لتحت. المهم في الخضر، ولكن عجبتني، عجبتني زينه. انتما نوريكم منيطه فنه ورطبه، عرفتي رطبه. انتما هي طويله، ها طويله هكا، غادي نحطها هنايا عند الرجلين ديالي هنا ملي نساوي الكامو. المهم خليكم معايا غادي نوريكم. شريت ليزر حتى هو، هانتوما باش نفرش الكامو، هانتوما هذا ليزر. وشريت مخدات حتى هما في الخضر يا اختي، الخضر ما عتمالو معايا اليوم شوفوا خديت هاد المخدات هادو شحال مزيونين، هانتوما خديت جوجات. وهنايا كما كتشوفوا عمرت داك المخدات اللي خديت، هكا عمرتهم بداك الصوف هكايا غير بجوج بيهم، باش المهم نكمل الفرج ديال الكاما كما كتشوفوا بحال هكا. وداك المخدات شحال مزيان، رطبين رطبين رطبين، وفيهم ديك الثقل البيض، هانتوما كما بحال هكا. ليزر اللي خديت جديد بحال هكا تا هو فيه داك الخضر والبيض، المهم يعطي الديكور سوا مع المخد وديك المنيطه اللي غنديرها من التحت كما غتشوفوا دابا شويه. الكاما كتطلق حيت باقي فيها ديك الميكو، مبغيتش نحيد ليها الميكا ديالها هكا. المهم جات مزيونه هكا فيها داك الخضر والبيض، عطات الديكور مع المخايد كما كتشوفوا بحال هكا. والمخده تحت هما، داك المخد راه هما كانوا مخده وحده كانت طويله، وانا قطعتها وخيطتها دغيا، قطعتها وخيطتها وقسمتها على جوج مخد كما شفتوا معايا. جاتني الديكور ديالها واعر كحيت كانت مخده وحده. المهم صافي كما كتشوفوا هكا، داك المنيطه درتها من التحت هكا على الرجلي، هانتوما بحال هكا. المهم طاح من الدرج الكاما، المهم الفراش جا بحال هكا هانتوما. داك المرايا عاد باقا غادي نصبغها، وغادي باش ترجع نفس الكولور بحال شنو سميتو ديالها. والمهم شويه بشويه، كل مره كتجي حاجه، ما كاينش الوقت صراحه عندي الصباغه، باش نصبغها ما عنديش الوقت. المهم صبغت الفراش هو الاول بعدا بحال هكا جاني زوين. المهم شوفوا الفراش كيفاش جاني بحال هكا نتوما. هذيك الميسيده راه هي غادي نحيدها، المهم درتها تمت مع مؤقتا، غادي نجيب ليها بحال اختها غير باش نمشي نجيبها، ما جبتهاش. اما هي كاينه، ما قدرتش نجيبها في الطوموبيل حيت ما قدتش ليا تما، ما دخلتش، والسيد باش يجيبها ليا ما قدرش، ما عندوش حتى هو الوقت، وخصني نجيبها باش نرمي هذيك، راه هي ليه. المهم الفراش جا بحال هكا نتوما بحال هكا. عاد غادي نشري لهم داك اللعيبات تما ديال رجلين، المهم ديك طبيات. ايوا اختي بشويه بشويه، ايوا الحبيبات ديالي، بعد ما جمعت بيت نعاس ودرت الحوايج في ماكينه الصابون، دابا غادي نمشي نجمع الكوزينه.
وغادي ندير معكم الفطور. هنايا الدقيق ها هو مخلط الفرز بشويه ديال السميده، ها انتم شوفوها فين هو. غادي ندير الخبز من بعد نخلط الخبز معاكم يلا يخمروا. اصلا مش عليا الحال، غادي العجينه ما يخلطوها ما تطيبش يخمروا، خليهم معايا هاد البنيوي شحال جاني زوين. يعني كتخلطي فيه العجينه هكا كتكوني مرتاحه، ماشي بحال اخر كيخرج الدقيق على بابا طارق عرفتي واعر. صافي كما كتشوفوا هنايا بعد ما دلكتها مزيان، عملت لها شويه ديال الزيت، خشيتها في هذا الميكا نقيه ديال جديده ولويتها وعملتها في البانيو هكاك باش تخمر دغيا. هنايا غادي نعدل معكم افلان، انتما كما كتشوفوا عملت جوج معالق ديال السكر وعملت واحد الراس ديال المعلقه ديال القرفه. وهذا الفلان هذا ديال الدرهم اللي كيتباع في المغرب، هو حتى هنا كاينه زوين والناس مديلو فن بحال داك اللي كيتباع هنايا في كارفور وداكشي. وهادو جوج معالق عملتهم ديال الكوك، حتى هو كيعطي واحد المنظر يا سلام. صافي من بعد ما كنعمرو بحال هكا في الكيسان كنعملو في الثلاجه، ملي غتبغي تجي تقدمي كتعمل فوق منهم كاوكاو ولا اللوز ولا داكشي اللي بغيتي بحال هكا ونحطهم في الثلاجه. كما كتشوفوا هذه راها الكرشه، حكيتها مزيان، حكيتها بالموس، حيدت لي هذيك القشره الكحله. صافي غسلتها صفيتها، هنايا كنقطع فيها انتما، عدلتها في الكوكوت، عملت لها المهم كاع التوابل ديالها داكشي اللي كتعرفوا نتوما، الكزبر والثومه والكمون التحميره السودانيه الزيت. صافي المهم كاع داكشي اللي كتعرفوا. غتقلى نقفل عليها الكوكوت نخليها شويه تشحر ونمرق عليها ونخليها طيب المهم حتى تنشف. هذيك هنايا داك الطريف ديال الجستر ديال الدجاج غنعمر به الخبز اللي هي عجنتها. المهم غنعمل بحال بوكا ديال الصغيورين. هنايا الشلاضه ديال الرز كما كتشوفوا، داك البرباشيت ها واجده، قطعت منها غير النص مع غير بوحدي، ما غاديش نقدر نكمل وحده كله، عملت غير النص ديالها. عملت هنايا البصله كما كتشوفوا، هذا الرز مسلوق ها نتوما، غنعمل غير شويه ما غنعملش بزاف، المهم غير قياس اليوم. وصافي وعملت عليها اتون، هذه الذره المهم مايز، ها هي مايز حتى هي، غنعمل داك الحب كامل. غادي نعمل عليها التون وصافي، شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وصافي، وغادي نخلطها. درت العجينه، شوفوا تبارك الله كي ولات نتوما، شوف عملتها في الميكا فاش خمارت. غادي نحيدها حيت فيها الزيت ما غتلصقش، ها انتم فيها الزيت ما كتلصق ما والو، ها هي بحال هكا، عندي هي كبيره ها انتم هنا خصها تخمر، صافي كتخمر شويه. هنايا الخبيزات هما طابو بحال هكا، المهم غادي نشدو غادي نقسمهم في النص هكا. هنايا الصوص عملت غير مايونيز وشويه ديال الحار، دهنته كما كتشوفوا هكا في الخبز، وعاد عمرتهم بداك الدجاج اللي هما مشحرين بالبصله، وزدت عليهم الزيتون مقطع بحال هكا. المهم عملت عليهم كيسو من الفوق فرماج وصافي، وغادي نقدمهم هكا في الفطور، كيجيو زوينين وكيشبعوا. انتما التقديم ديالو بحال هكا، المهم جاو زوين يا سلام. والدقيق حتى هو كما قلتكم ديال القمح وداكشي جا غزال غزال، المهم ولا اروع، واعرين هكا حتى في السحور يجيو زوينين.
المهم الحفله ديالي هذا هو الفطور ديالي ديال اليوم اليوم الاحد، درت هذا الشيء بوركي جلسه في الدار. باي باي عليكم، حتى فيديو اخر ان شاء الله، ما تنساوش لي لايك ديالكم وبارطاجيو.